بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور ماهر حسن، رئيس قسم الجراحة في مستشفى باهية لنبع عن مستشفيات ومراكز باهية. بيشرفني أن أدعي حضراتكم لمؤتمر باهية السادس المنعقد في فندق تريومف بالقاهرة الجديدة 12 و 13 أكتوبر، شهر أكتوبر شهر الوردي، شهر دعم السيدة المصرية ومرضى الثدي. الحقيقة المؤتمر السنة دي فيه لفيف من أساتذة الجامعات المصرية والأساتذة من مختلف الدول الأجنبية لمناقشة كل ما يدور عن أحدث طرق الوقاية والعلاج والتشخيص وأحدث الطرق في العمليات الجراحية وإعادة بناء الثدي. يشرفني وجود حضراتكم. شكراً.